جامعة في لحج. أخيراً تحقق حلم أبناء المحافظة هنا في مدينة صبر بمديرية تبن، حيث تنشأ نواة الجامعة بعد عقود من عذابة الطلبة في الذهاب نحو جامعة عدن، نظراً لافتقار المحافظة لمعظم الكليات التخصصية عدا تخصصي التربية والزراعة. والله بالنسبة هذه خطوة إيجابية، افتتاح جامعة لحج الذي تسعد الطلاب الذي يأتون من قرى بعيدة في المناطق مثلا في العند، في الحسيني، في الحبيل، في الحاسكي، يأتون من أماكن بعيدة إلى صبر، وأكثر أغلب الطلاب يأتون من أماكن بعيدة. فالمكان هذا الجامعة داخل لحج فهي خطوة إيجابية تسعد الطالب. بهجة المواطنين بقرار إنشاء جامعتهم كان قد جاء بعد جهود كوكبة من أكاديمي المحافظة، ومع ذلك يمثل واقع الكليات الموجودة في المحافظة منذ عقود تحدياً أمام الجامعة الوليدة، نظراً للأوضاع المتردية لتلك الكليات، توازياً أيضاً مع الأهمية الكبيرة لتكوين كليات تخصصية جديدة. فأبناء لحج يعني يحلموا في تأسيس كليات عديدة، يعني مثل كلية الطب، كلية الهندسة، كلية الآداب. وأنا أمل من رئاسة الجامعة النظر إلى كلية التربية صبر، ونظر إلى حالها يعني، ونظر إلى ما تعني كلية التربية صبر من افتقار في البنية التحتية لمستوى الكلية. وجدنا هناك تركة ثقيلة أمام قيادة الجامعة، يعني أساسها الوضع الحالي للكليات التي تم استلامها، ولله الحمد كما تعرفون اليوم نحن نجلس على نواة ديوان قابل للتطوير في المباني المجاورة حتى تستكمل كل هياكل الإدارية. تحسين أوضاع الكليات إدارياً وأكاديمياً، ذلك ما تعمل عليه الجامعة حالياً بحسب تأكيد قيادتها، العازمة أيضاً خلال الأيام المقبلة على عقد ورشة علمية بهدف هيكلة الكليات ووضع دراسة مستقبلية لتطوير الجامعة. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، لحج.